تتواصل انطلاقاتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. نبدأ مع سني المفاجآت هنا بأول انطلاقات مع صعوب أول الأشواط، ينطلق بعون من الله وتوفيقه في هذا الصباح الجميل. أول الأشواط الباحثين عن الاختبار، أول اختبار لنا هنا في الصعوب، نسير مع المركز الأول، نسير مع الصدارة، مع البداية الأولى، مع شعار مبارك الذي صاحبني منذ الصباح حتى هذه اللحظات. هذا الشعار صاحب النقاط المتميزة مع البداية والمقدمة الشهرية حمد بن أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي مع المركز الأول بينه والمركز الثاني. هناك مع لهايب خميس بن سعيد بن سبت، خميس بن سعيد بن شطيط الأخيلي مع المركز الثاني، ثالث المراكز هناك والوصول الشهرية محسن بن حمد الفلاحي الغادم من هناك في هذه اللحظات من بورصة الميادين، ميدان ملاقة غادم للمشاركة والتحدي مع ثاني المراكز وثالث المراكز، بينما رابع المراكز والوصول عمر بن راشد بن سبت الأخيلي مع رابع المراكز، ولكن تقدمنا إلى بن محسن الفلاحي وإلى فيلسوف الأصايل. الله مولع اليوم يا فيلسوف الأصايل، الله ما خاز مع الصدارة مع المركز الأول، ولكن الفلاحي يحاول بكل قوة. محسن بن حمد الفلاحي مع المركز الأول غير، ولكن الفيلسوف من الجانب الآخر أيضا يبغي النقطة السادسة على التوالي. الله يبغي يفتتح أول أشواط الصعوب. يسلوب ما شاء الله النقطة السادسة على التوالي يا فيلسوف الأصايل. اليوم غير اليوم، اليوم تميز هناك مع البداية والصدارة الأولى والكل يحاول، ولكن خلاص فيلسوف الأصايل، فيلسوف الأصايل. شكرا بمبارك على هذا الحضور المتميز. المركز الثاني محسن بن حمد الفلاحي، المركز الثالث عمر بن رايد بن سبت الأخيلي. تهانينا وألف مبروك لأول أشواط الصعوب، والتوقيت 2:19. تهانينا وألف مبروك على هذا الحضور والتميز بهذا الانطلاق الجميل.